أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حكب لابنا يا آية دلباتن يا شناد وصورة الغمان كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصة ورمي عشر كين يأيدوه بودن بيهي قلو إنك كفارته نبغي أن عليه الصلاة والسلام كفر قوضة وكمرقاي إلهي رسول كيسة تصليدي أوسيي أو الله أولاهي قفك كفرية قال لماذا يسيسن كمرجنين محايا إلى قيامة أنك إنو صوء نقونا يانو الدون كمكا يكتغان أنك حسابينا وحانا أخبرنا ونكو جاسينينا وحي الدنيا ذاكو سمايين إلهي سبحانه وتعالى وهو عالم وكيا وحا قلوب تقجرة ووحا أي سمايين وحا لقها الماما يمجرت الدنيا ذا وأو راحينا ينودهي إن يرى أو راحينا إنتي نوليهين كبعدنا وحي أدبا تقلايا وأدبا تقليننا آخر عذاب وآدي أدوك أدوك أهل سبحانه وتعالى أدرى الله وحو سبحانه وتعالى يسقو رسولك صلى الله ولا والله إن سألتهم هدئة سؤال دول إلهي من كان مشركين تاه من كيبا خلق السماوات سماوات كأبوري والأرل أرلذنا أبوري ليقولن وحي دهيانو الإلهي الله ألو يكاسو قل وحي تراؤل إلهي الحمد لله ما هد إلهي با إسكال بلا أكثرهم بضن كوضو لا يعلمون ما قرن آيان لمن كهذا مشركين تاه إلهي الشريك إلهي كون كان حقيقة ديسة مركي لغا ورصده أولي إلى الدنيا ذاتن سماوات كان أردان أجيدان يا أبوري ما وحانا عبودي سين أيا أبوري ما سأل الله أبوري أيا جرة إلهي وحوده سبحانه وتعالى الله أيا أبوري ليهين إلا وحكلو لغو الجواب ماله وحي آمن سيهن أبي أغيهين إن كون كان مخلوق أبوري كرأو سنجرين وحي عبودينا وحتبر لأي سنهينين ووحجر أي سنهينين هذا نوع حوية مركز مره مين آيان ولا والله يا يود إلهي لم تن وود وحرف قسم ولم تن مواضعة القسم وي ولا والله يا يود إلهي إن سألته مديات كسؤال سيدك محمد كهو مشركين من كي خلق السماوات سماوات كأبوري والأرض أرضنا أبوري سموذان يا أرض هذا وح لوج جابي أغلق إنه موجود بكره هو أنت مركز إن ده إنه كه إنه وأنا عقل جاينا أسنك جود بكرين يا مخلوق إلهي وحل أجا كرمه لا يقولون وحي كو قولا أنا كو قولا إلهي أي نهايا الله ألوه إله أبو رب سبحانه وتعالى الله أبو ريله مركز ديساس إلى هذان حجة أي مركز دش إسكسارين مركز إلهي سبحانه وتعالى إنه حجة أي نفتو ذي كو حجوبين أي الله وحوله قل وحات راسيتك محمد كاهو مركز إلى هذان الله أبوري ملك له وحشي كرنا إسنجرين الحمد لله الحمد ثابت لله حمد إلهي وأصونا إلهي يا مهضم معناه إلهي سبحانه وتعالى على ظهور الحجة عليهم وي إلهي مارتيا حجة كركوذا كذاهريي وحجة كصغي توحيدك إني إمارتيا إني مركز أي شيغان لكن هذا الله أبوري ذا استوضاه هذا توحيد أنه قميصه مركز قال لما أقبح مايان لكن وحوه حجاء يدوش كفو ليس بل أيوده إسكده أكثرهم بضن كوضو الإلهي لا يعلمون ما أكسون
arintaas markaas waxa weeye wajub keda ma ogsoono ilaahay subhanahu wa ta'ala oo waxay gartaan ma jirto bal aksarum badan koodu ilaahay hadii hada aksar liiraado waxa ku baxay in aqaliya in aqaliyahu inay wax ogtahay laakiin haday wax ogaadeen waxay ku diidaayeen cinaad ay tahay dad waxa jira qaar wax og ba jira laakiin dadka aksariyadoodu wax ma oga inta wax og waa in ayaguna haday waxaysan amal fal aysan lahayn oo waxa weeye xaqiiqo soo horjeedaan waxa yeelaya ayagana cinaad ay ka wadaan iyo markaas xub riyaaso iyo dana kale ay leeyeen oo adduunyay ka leeyeen marka ilaahay aksar koodu wax ma ogsoono ilaahay oo waxay iictiqaadinayaan ishraagan ilaahay loo shariig yeelayo in alaba loogu dhawaanayo hadii alla yiraahdo waxaan ku tagi doonaa inay dhahayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa asnamtan anagu ma caabudayno ilaa alla inay noo dhaweeyaan mooyaane wax kaloon ka rabna ma leh ayagoo haddana khalqigi ilaahay u nisbaynaya waxdahu ayay haddana waxa weeye shirki bay samaynayaan maxaa yeele waxaan markaasi ilaahay lala qaybsanin ayay makhluuqaasi ula qaybinayaan alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala isagoo adilla ku ogaaya lillaahi alla ayuu u sugnaado ilaahay waxdahu maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi aradakan ku sugan koonkan wixii jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh mulkan wa khalqan wa cabiidan ilaahay isaga ayaa milkiya isaga ayaa abuuray isagay addoomankiisa yihiin marka waxa weeye samaawaadkii arlada cid cibaado ku mutaysata oo alla aan ahayn ma jirto ilaahay keyrkiis waxa oo la caabudi jiro koonkan lagu caabudi kara ma jiraan weeye aayaddan hadda waxa weeye aayaddii hore natiijadeedu waaye ilaahay marka uu sugay inuu khaaliqa abuuray uu yahay koonkan waxaa markaasi xaqiiqoobaysa inuu midka milkiya uu yahay haddana markaasuu dhahay alle lillaahi alla ayuu u sugnaado udha ilaahay oo ilaahay keligiis ayaa iska leh maa makhluuqa udha ilaahay maadu waxay ku dhacdaa kayrulcaaqilka waxaan caqliga lahayn waa marka taqliiban lilaksara la yidhaah waxa badan baa layska qalibayaa maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi aradakan ku sugan ina allaha allana huwa alghaniyu allihi deeqtoon weeye ina allaha alle huwa alghaniyu allihi deeqtoon weeye alxamiidu almaxmuudu allihi la mahadiyo weeye waxuu samaynaayo hadda markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhahay samaawaatkani aradan wixii jooga ilaahay baa iska leh waxaa markaas haddana ilaahay uu dhahay ina allaha walghaniyu lxamiid waxaana la tusayaa samaawaadkan iyo arladatan ilaahay iyo wixii joogo alla uu abuuray baahi ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaba inaysan jirin maxaa yeele annagu markaan wax samaysanno oon xoolo yeelanno oon wax aan maaragtay yaa qabsanno baahi aanu qabno ayaanu u samaysanaynaa laakiin alla subxaanahu wa tacaala sifada makhluuqa alla waa ka nasahan yahay markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala ina allaha alla huwa alghaniyu allihi deeqtoon weeye khalqigiisa ilaahay waa ka maarma khalqiga iyo waxay samayhayaan ilaahay waa ka maarma maxaa yeele alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sifooba kamaalaad azalan wa abadan weeye marka ilaahay lama anfaco alla lama anfaco lamana luro oo ilaahay wax markaasi lagu anfacayo ma jiraan maxaa yeele wixii la anfacayo wax laciifa weeye wixii la lurayna wax laciifa weeye allana taas waa ka nasahan yahay alxamiidu almaxmuudu allihii la mahadiyo weeye wax kasta uu samaynaayo ilaahay sancadiisa waa ku mahadsan yahay alla subxaanahu wa tacaala oo ilaahay shay kasta waxaa laga wadaa yadacu shay'a fii maxallihi shay kastaba booskiisuu dejinayaa oo wax kasta waxuu ilaahay ka samaynayaa ama meel munaasab u ah waxaa meelaan munaasab u ahayn ilaahay wax kuma dejinaayo haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala walow goor anna maakii fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday oo min shajaratin geed ahow dha ilaahay aqlaamun jecula aqwaamun aqlaamun qalimyaalo laga yeelo walbaxru baxarkina yamuduhu xaal uu siyaadinaya baxarkaas min bacdihi isaga bacdigiisa sabcatu abxurin todoba badoodow dha ilaahay midaadun usoo qadiro qad laga dhigo maa nafidad ma dhammaanayso kalimaatullahi ilay kalimaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala in markaasi kelimaadkiisa macluumaadka ilaahay ogyahay weeye subxaanahu wa tacaala wax markaasi ogaa kara inaysan jirin oysan hadda cadad lahayn aa ilaahay na tusaaya oo ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala wixii arladatan yaalla
جيت وهي أدوم كان يالو كبح هدي قلم لقد يجو بدأ أن هدي أدوم ككوتا لقط وضرب بدو لقط درينة قد لقد يجو إلا إذا هذا وح إلهي أو أجي هالقرء إلهي كلمات كيس الأمام ماي وح ما هاي ما هم وي حتى وح كصيب بدو إلى ما لا نهاية وي معي المعلومات كألا سبحانه وتعالى وغير متناهية وح ما هاي وح إلا أجي هاي وح ما هاي ما وح ما هاي ما هن وحاله توصينا يا علم إلهي سيدو أوب لا رأيه هاي وعد مركز أجا كرتا أي سنجرين الله سبحانه وتعالى سجياه وح مركز عقلك مخلوق وجاري كرنا أي سنة هين مخلوق أردن ملائكة النقطة أنبياء ذا النقطة رسوش ذا النقطة عد كسا النقطة إلهي سبحانه وتعالى معلومات كيسة وح أجا كر مجرا وح أنك أجن هاي قل وما أوتيته من العلم إلا قليلا وأطول إلهي علمك وحال إذن كسي وحي روي مركزو دا إلهي ميسال أسوك دقاية ولو قورو دا إلهي أن ماكي في الأرل دولك دحديس هذي أو من شجرة جيد أهو دا إلهي أقلام جعل أقلام سوق الدرو قلم يالا لقدقو جيد وحي دونك كويا لو دان إن الله سوق هذا قلم لقدقو أو لقورو والبحر بحر كنا أيو دا إلهي سبحانه وتعالى أدي والبحر يمحي كعط فانتاي اسم أن ذا والبحر بحر كنا يمده حال أو زيادنا من بعده بحر كاس بعده سوء الدونك كيالا سبعة أبحر تضبب بضوط هذا وحوية أنت ملايين الملايين أو بضوط من القدر نساس قد لغاته أو اللي يراد وحا إلهي أوكي هاي معلوماتك الله اللي قرى اللي يراد ما نفدت مرة ما نيصور إلهي كلمات الله إلهي كلمات كيس كلماتك إلى نوع حال غوضة معلوماتك إلهي أوجيها واي وح إلهي أوجيها وحدة ما هاي ما إن الله ألان عزيز عليه غالب وي إلهي وح عاجز كلنا مجران حكيم عليه فلصوبا ويحوصا عيناي أو شيء إلهي علم جيسة يحق مديسة كبحاية مجرها ويرات إن الله الله إلهي الله سبحانه وتعالى عزيز عليه غالب وي لا يعجزه شيء إلهي وح عاجز كلنا مجره ضعفك يا مركز وح أنجن وجرة أنا وحباء أنا قبكر إلهي ساس من سبحانه وتعالى عزيز واي أدنى إلهي وحلا غالب تمكر أو كهرتي كر مجرد وحلا دونا عد كهر ما كرت مجرد أدنى إلهي حكيم ويو شيء والبوح وي مولى عيسى يود جنايا وح علم عيسى هي حكمة عيسى كبحاية مجران وي وح كس إلهي سبحانه وتعالى عالم أيوك يا الله سبحانه وتعالى إلهي أدنى وحوله سبحانه وتعالى ما خلقكم أبوركين مأهن إيا ولا بعثكم صوبحنتين مركي أدون كان لايدين كوضو أو أدوية حتى الله دوبا وهي هوري أدنتي إيا وهي أدوية ذا قيامو ذا يكوقن طوا هدي الليلة ذا هلا صوبحش أو هلا أبورو أو جسد كود إيا روحو ذا اللي سوقيه إلا كنفس نف أو كالين تود مويانا واحدة أو كالية خلقا وبعثا وي أو وها وي هل نف أو مركزي لا أبورا يوك لواي وح إلهي اللي هدى الله وحوده إن الله عزيز حكيم أيوده أود الله أن لا تصنع يا مركزوده الله ما خلقكم سو أيضا مركز أنت هذا معنى هذا أن دمي سو نسول كذا هو هاي شيدان كوي نال إيه جي أبي ابن خلف إيه نك لده إيه هكلا أنت ضو بدنو سناديد قريش هاي يا قال كصو ما أنت أدونك جوجو إنك سن إلهي سبحانه وتعالى وديسه أي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى حال ضبط المركون أبورا ونمرسي مروحان هنا نطفان هنا عنبوفان هنا مرنا وحان هنا علاقان هنا مرنا ملغان هنا مرنا لفأيان هنا أذونا وحال هذا محمد هل مر أيا مارت على إذن صاب هنا ساعة واحدة سيكون سورة جليسة مركا ساعة هذا نسودكتي معنونا وحوي وح إلهي كعلص مجران بل عالم كان أبور كيسة إيه سوبحين تيسة وحي الله متاي هل نف أو مارتي على صوبحش أو نفل قلشي هل مخل صوبحش وحي إلهي سبحانه وتعالى أمور كيسة كون فيكون وي مركا إنسان كان أدوارت الله مرين آيانه آيادنا وحوي حال ذاك لواهي إيه إلهي أود لأن تيسة إيه ماهن مركا وحي إسليهين آيقه هده وادد مارتي جهالاء ما دام هيراركاس ليدين مرايي
waxa intaas la sameeynaay hal mar si maartay haday meesheedu hor u laabteen lagu soo celi kara aqle oo markaasi oo xun ayay markaasi ay ku shaqeynaya markaas uu dhaylahay ma khalqukum soo bixintiin ma khalqukum abuurkiina dhaylahay abuurkiinu ma haya wala baxsukum soo bixintiin in waxa weeye la idin soo baxsho in la idin abuuro illa ka nafsin naf oo kala muyaana waahidatan oo kaliya هل نفوك لوي معايل إلهي محاوي أمورتيسو وكلمة كن فيكونو إن الله الله سميع عليه مغلايوي وحكى الصوم مسموعة إلهي سبحانه وتعالى ومغلايا بصير عليه عالم كأهوي وحكى الصوم الأركايني شيء إلهي شيء كشغلاي ما أركتيد إلهي إيا مغل كالله إيا كانوا اسم لها معايل أنك وحالا غيا ومغل كانوا غاية أيو إسكليها مالكاست وحكما مغل كرنو waa haday naga sii fogaadaan sawdkooda maqlimayno aragtideenana meel ay ku kooban tahay meel kasta wax ka markayno hadana shay aan fashay aan ayaan wax u aragna shay aan fashay aan ayaan wax u maqalna allah sidaas ma han subhanahu wa ta'ala ilaahi maqalkiisu waxa weeye wax oo markaasi u dhaxeeyo oo kale shaqulinaay shay ka shaqulaya ma jiro aragtida allah nasaas weeye subhanahu wa ta'ala markaas uu dhahay allah subhanahu wa ta'ala الله هو ده سبحانه وتعالى ما خلقكم أبوكين وما هنيه ولا بعضكم سو بعنتين إلا كنفس نف أو كلام ويانا واحدة أو كلية إن الله ألنا سميع عليه مغلاي وي وحك سو مسموعة بصير عليه عالم كو أركاي وي شيء كسر هذا إله سبحانه وتعالى ويسوق يا أدلة أنت أسدليل أه الله هو ده سبحانه وتعالى ألم ترى سو أركميسي هذا ألم ترى ذان خداف هو النبي عليه السلام يقف قصومه من خداف كسوشتو اتك سأي الوجه هينيا مركا صورة إلهي سبحانه وتعالى ألم ترسو مؤكسوني أن الله قال يولجو الليلة هبانك إنو دحقرنا في النهار مالنت ويولجو النهار مالنت نو دحقرنا في الليل هبانك ومد والبواه وزيادة مدك كالوحي كالنقصان إياك نكو زيادة وهذه مالنت النقصان توحي كالنقصان هبانك يكو زيادة هبانك هدو نقصانان way ka nuqsaana maalintay ku siyaadaaya markay dhixgelintu saas way alam tarasu ma ogsoonow ilaahay mid ka soo la khidaabaayo annallaah alle yuriju leeyla habeenka inuu dhixgelinaayo finnahaari maalinta oo waxa way markaasi habeenkii aan nuqsaanay maalintii siyaadiisa way yuriju nahaara maalinta inuu dhixgelinaayo fi leeyla habeenka oo maalintii aan nuqsaanay saabeenkii siyaadaaya wasakhara alla kan saakhira inuu yahay soo ma ogi الشمس قرحدة هي والقمر ضيع حول إلهي وسخر الشمس قرحدة إلهي إنه سخر سبحانه وتعالى هي والقمر ضيع كل أركود إلهي أو قرحدة هي ضيع يجري ودريريا أو هو كسعنا يا فلقي إلهي أسمي أو هو يفلقي وريقي أو كسعنا يا إلهي أسمي أيو مريا خد كاسو كسعدا مدول بإلهي إلهي سبحانه وتعالى فلقاس أي أسمية فالكذا سيكو سعطا وسخر الشمس ضيح إلهي إنو سخ... رحض إنو سخري سو أركمي سو الإلهي يوالق مرة ضيح كل أركو الإلهي كل منهما وي يجري ودرير يا أوا سعنيا فلقيس أيوكو سعنيا إلى أجل أجل إنت لا جار أجل كاسو مسمى لمقعاوي أجل كأي سعنيا ورحض إيا ضيح وأمارت يا الدنيا إنت لقدو باي انت الدنيا تن لغا دوبايو ميلنا كله حمايان ميلنا مركاسي waxaa weeye ka habaabi maayaan qoraxdu xadkeeda ka habaabi mayso dayxuna ka habaabi maayo hal mar ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray awooda alla fiiri dadka waxay sameeyaan mudaha day joogan ba way qarin maayaan hadana alla si waxay waxa saali mundu ilaahay subxaanahu wa ta'ala samaawaatkan iradan uu abuuray xadki lagu jeheeyay qoraxda يخدك الوجه يضيح مرنب قف مايو أود الله وي سبحانه وتعالى يو أن الله قال بما تعملون وحد عمل فليسان خبير إنه عالم أكوية إلهي سبحانه وتعالى وأن الله قال بما تعملون وحد عمل فليسان خبير عالم أكوية وحكى صلى الله سمينا ظاهر يباد إلهي وأكوية ذلك وعسو قد ديس متدمر كاسا عبر كديس الأمر أمر كذلك كاسوي تصدى ذلك oo waxa weeye aayadahan hadda Ilaahay noo soo sheegay ayaa markaas la tilmaamayaa arintu waa un sidaas weeye hadii kalentood
ذلك بأن الله هو الحق ذا ستا خبرك على غريك را هذيك لو هذه الأمر أمرك ذلك كاس لسوشي قوي كون كاس إلهي سداس أنه أبو ري أو إلهي سبحانه وتعالى هدنا وحكاس إلهي عائم وكوية الأمر أمرك ذلك كاس قوي وإن أرنت ساس كتاي بأن الله بسابي أن الله ألي هو الحق ومد حق وياه أمس ذلك المذكور بأن الله والحق تتكدك ووارتي خبرك كدك خبرك يمتداها ديمارتي إسلام إيش آيات اللي هلايو ميل إلا قرها دي ولا في عين هالي ذلك كاسل صوش يقول إلهي سبحانه وتعالى آياتها سلق صور رمي بأن الله بسابع أن الله الله سبب كذي كؤهاتي هو الله الحق ومد حق وياه ساسا مركزان كدقينا ذلك كاسل صوش يقول بأن الله بسبب أن الله الله سبب كذا هو الله الحق ومد حق وياه أو صابدة أي كؤها طول إلهي وأن ما كي يدعون أي عابد يا المشركين تنه ومن دونه إلهي غير كيسا الباطل وباد وياه ما هي لوحي مشركين تعابد يا الله يقرب لقيا مرك كون كاس أبورك كم وغضة وبديعة هي علم إلهي سبحانه وتعالى وهوي الله إنه حق يهيو أصغ صابد وياه أي عضينا إسا وحا أي مشركين تانو أي عابدين أصنام تان أي باد إليهين ووح سعايا إسانهين مركزو دا إيه إلهي إيه وأن ما يدعون أما تدعون هديحة تالا أخريو للخدابو وحا مركزي وحا وي أد عابد إسان ومن دونه إلهي غير كيسا البادل باد إويا وزائل إويا إيه وأن الله ألا هو العلي أليه سرعي إنو يهي ووحا وي خلق إيسا قهر وغا سرعي الكبير اللي هو وين أمي هاي الله سبحانه وتعالى يا وأن الله ألا هو العلي اللي صفه إنه سبحانه وتعالى أو إلهي سبحانه وتعالى مخلوق إيسا قهر وقصر هاي وهو القاهر فوق عباده وطول إلهي سبحانه وتعالى الكبير العظيم إلهي سبحانه وتعالى كي وين أمي هاي وعظم إيسا وحلا أي سنجر تاس أي مركزي تاسنا كتوسنا إيسا هذا الله هو إلهي سبحانه وتعالى ألم ترى سوء أرك ميسد خدابك غفك سأل وجهين إياه أن الفلك دون طول إلهي تجري إني دريريسو في البحر بدا يكون دريريسو بنعمة الله إلهي نعمة دي سنة إلى دريريسو وها إذن أدي الله أو إلهي قطر دي سوى حدين سلو أغانا نعمة إلهي إن لغو شكرية لدونا ينأه بدا تنمركاس مراكيب تنمريس أو أيغو ساس وعليس بدن أو سداس بيهاس إسك دول سبين آيه dagax yar hadii bad lagu tuuro dagaxaas uu quusaayo ilaahay wuxuu dhahay alam tarasu arkimaysid ya muqaadab way an al fulku ilaahi fulkiga hadda waxa way doomanka way jamac iyo mufrad baa lagu idlaaqa waa daliil kale intoodo uluhiyada ilaahi subhanahu wa ta'ala wahda usugaay tajri inay dureereysay soconayso fil bahri baharka badda dhexdeeda bi ni'mati ilaahi li ni'madiisa ila soconayso li yuriyakum alla inuu idin tusaw dhahay ilaahi subhanahu wa ta'ala من آيات إلى آيات كيس انتس ووحا وداسو نعمة إله سبحانه وتعالى يقول صعونيسا وحاوية إن دتك الله تصي آياتك إلهي آياتك إلهي أو مركاسي كونك ليريكم الله إنو إذن تصيو الإلهي إلهي إنو إذن تصيو سبحانه وتعالى من آيات آيات كيس إذن تصيو آيات كيس أو واحد كتصيو آياتك بعضك مذوي تجري إني دريريسو في البحر بحر كيكو دريريسو بنعمة الله إلي نعمة ديس إلهي إحسان كيسة بنعمة الله بسبب نعمة الله نوالي كرا إلهي نعمة ديس صبك إحسان إلهي سبحانه وتعالى وذين سمينا أما بنعمة الله إلي نعمة ديس إلي الدولي ريسو وهو يبضح دو منكاس يمراكيب تاس نعمة إلهي بالغرر ياهو عنتذي يرهاشين كي يوحك سيحوريه ضدك يرهاعي ونعمة إلهي أما بنعمة الله بسبب نعمة الله نعمة ديس أو الله إلهي ذي نعمي ليريكم الله إنه أذن تصيو الإلهي من آياتي آيات كيس أذن تصيو وذن إلهي سبحانه وتعالى قتردي سوحدانيسة كوغاتان إن في ذلك خاص رسول يقول إلهي لآيات آيات آياك سوغان عبروين يوسوين لكل صبار مثل صبر بذن أمانتيس ومعاصدك صبراية بلايدك صبراية داعدك صبراية شكور أو شكر بذنو إلهي نعم ديسك شكرنا وهي باس وحاوي وحي وحكو ترى يا نور إلهي إن في ذلك كاثر الصوشي لآيات آيات أياكو سغن عبروين أياكو سغن ييو سغيهن لكل صبار مثل صبر بذن أمانتيس.
قفك صبرك واسدح قيبوت قفك مؤمنك وهوية معاصدة وكصبرة بلا يدا إيه امتحانات كنفتي سوا كصبرة ضاع هذا إلهي يعيدنا عليسنا وكصبرة صبار مركا سوي هاي شكور أو شكر بدنو هذا وهوية مركو أنت أسكو صبرة وهوية شكر بولا إيمانا يا هذا وهوية صبرك إيه شكرك صبرك إيه الهرمري معايا لقفك مركو صابر أو نغضه أيو مركا سو شاكر نغكرة أو شكرك مركا سو إماكرة لكن هذا سن وحك سو أو مركز إلهي دا عديسة أو سنك سبرين معاصدة أو سنك سبرين وحوية بلايدة أو سنك سبرين شكر مركز كإما كرماي وصبر كأيا مركز آدي صبر بعديسة أيا شكر الهيري كرا وقفك مركز صابري هاي أيو شاكر نقونا يا مركز 10 كين انت سوك إجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.